يعني زينب وصلنا لمحطتنا التالية، ومثل ما حكينا ببداية الحلقة كتير معنا مواضيع عن نحكي فيها عن فيروس كورونا. يمكن كتير اختلفت الدراسات حول إصابة الأطفال بفيروس كورونا والأعمار اللي ممكن تكون أشد خطورة وتعرض للإصابة بالفيروس، كيفية طبعا حماية الأطفال، ومعلومات عن طبعا الأعمار الأكثر خطورة للإصابة بالفيروس. كل هالمعلومات راح تعرفنا عليها الدكتورة رشا دغستاني، اختصاص شخصية أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتورة. يعني كثير من الأبحاث المتضاربة والمتناقضة اللي حكت عن إصابة الأطفال بفيروس كورونا، منها قال إنه إيه موجود في أطفال بينصابوا ومناعتهم بتكون ضعيفة، وفي دراسات قالت إنه الأطفال من فوق الخمس سنين فقط اللي يصابوا، أما اللي أصغر لا. فخلينا نعرف الصحيح منا لهيئة الدراسات حسب يعني المشاهدات، عم نلاقي في أولاد يمكن عم تنصاب، فخلينا نحكي. أكيد. هلا هو شيء جديد علينا، يعني هو الفيروس لسه كل شيء ضمن الدراسات، يعني حتى نحن كل مره بنحاول نفوت نعمل اب تو ديت بالمعلومات، بنفوت على موقع وزاره الصحه العالميه لنشوف شو في جديد. هلا بحكم اللي سبقونا بهذا الموضوع وبالتجربه وكان عندهم حالات، ثبت انه ممكن ينصابوا الاطفال، لكن الشيء الايجابي بالموضوع انه هن الاقل نسبه الحمد لله، يعني كاطفال هن اقل نسبه اصابه بالفيروس، تقريبا تراوحت بين 1-2% بين كل الإصابات. وحتى الأطفال ما كانوا وصلوا لمراحل خطيرة أو شديدة، يعني ما تطور واشتد عندهم، عم تكون إصاباتهم شوي بسيطة، حتى أعراضهم أبسط، عم تكون حتى مبهمة، يعني لا بتقدر لا الأم ولا حتى الطبيب أنه يقول يشخص يأكد أنه هذا الطفل مصاب بكورونا إلا بمسحة، لكن الأعراض هي ممكن تكون كتير مشابهة. يعني هلأ أكثر شيء بصراحة عم نشوفه هالفترة أعراض نزلة معوية، يعني عم تشوفي كتير أعراض هضمية، مثلا تلاقي الأم عم تشكي من إسهال ومن إقياء، بس المميز هو الحرارة العالية اللي عم تستمر أكثر من 3 أيام وأسبوع أحيانا، يعني بتكون حرارة فعلا أنه عم تستمر معندة فترة طويلة لحتى أنه يطلع الطفل. والطبيعي من الحرارة أنه مثلا تروح بيوم أو يومين تماما، 48 ساعة 3 أيام ماكسيموم، إلا بالأمراض طبعا الشديدة. في أشياء تانية طبعا نحن إذا بدنا نفوت فيها، إيه ممكن أنه تستمر الحرارة بذات الرئة بالتهاب السحايا، لكن لاحظنا أنه في شيء نعمل له مسحة أو حتى تأكد أنه هو مخالط بالمنزل هذا الطفل، أنه عم تظهر عليه هاي الأعراض الحقيقة. يعني ومثل ما ذكرت الحمد لله أنه ما عم تتطور لأنه شيء أشد. طبعا مثل العاده مثل حتى الكبار نحن خوفنا بالمضاعفين المناعه اكيد، يعني الاطفال اللي عندهم امراض مزمنه بالاساس، اللي عندهم امراض قلبيه، عندهم داء ليفي كيسي، امراض استقلابيه، عندهم مشاكل حتى سابقه، او بياخذوا ادويه. في بعض الاطفال بنكون حاطينهم بعض الامراض الدمويه على كورتيزونات او على شيء بضاعف ادويه بتثبت المناعه، فهذول بنخاف عليهم لانه الحقيقه مناعتهم قليله، فارتكاسهم هون المخيف. اكيد. نعم. يعني هذا الشيء كنا رح نسالك عنه، اللي هو مين الاكثر عرضه، يمكن الاطفال المريض اللي عندهم امراض مزمنه مثل الكبار اللي عندهم امراض مزمنه. ولكن ما بعد الكورونا كمان في دراسات كثير انعملت انه في اشخاص بينضر فيهم اعضاء بالجسم، بيضل في ضرر ثابت. هل الاطفال ايضا معرضين بنفس هي الخطوره لانه يكون في تاثير كبير على حياتهم بالمستقبل؟ هلا اللي شفناه هون الحالات، والشيء اللي كان مميز اللي هو شيء مشابه لكاوازاكي، ففي اطفال راجعوا بعد اسبوعين من الاصابه باعراض مشابهه لمتلازمه كاوازاكي، اللي هي بتكون نادره اساسا لتنصاب عند الاطفال. فلاحظوا كمان ضمن الدراسات اللي انعملت انه ارتفعت عدد انه يعني كثير باعراض مشابهه لكاوازاكي، فتمت الدراسه وبالفعل تم الربط بيناتهم انه بسبب الاصابه بفيروس كورونا ادت لنا انه يجي الطفل باعراض مشابهه. طبعا شو المخيف بكاوازاكي؟ هو اصابه الاوعيه الدمويه خصوصا القلبيه، يعني حيكون الطفل ممكن ينصاب باصابه قلبيه وممكن تكون هالاصابه دائمه. يعني هذا المخيف اللي مثل ما ذكرتي انه العقابيل اللي مستمره ما بعد الشفاء، يعني فهون كان خوفنا. ممكن هو كاوازاكي شو ممكن يكون؟ هلا الاعراض مثل ما قلت بتجي مثل احمرار بالعيون، احتقان ملتحمه، ضخامه لسان، حتى بنسميه نحن لسان بيشبه الفريق، ممكن يجي ضخامه عقد لمفاويه، اعراض قلبيه. هو المميز انه مثل ما قلت هو بيصيب الاوعيه الدمويه القلبيه، فبيكون واضح هالشيء عند الطفل، بينعمل الفحوص الدمويه والمخبريه لحتى اكيد ناكد التشخيص. يعني
دكتورة، يعني بالعودة لفيروس كورونا والحديث الشائع عنه، إذا لا سمح الله أم كانت مرضعة وانصابت بالفيروس، الطفل الرضيع يعني هي ما كانت بتعرف لكن طلع أنه مثلا منصابة بالفيروس، الطفل الرضيع إمكانية إصابته وتأثير الفيروس عليه؟ هلا نحن ما في شيء مضاد استطباب نمنعه من الرضاعه، هي اولا، مشان لانه كثير بيسالوا انه هل هو بينتقل عن طريق الحليب او لا. لا، هو ما بينتقل عن طريق الرضاعه. نحن بنخاف انه اثناء تماما التنفس الرضاعه اللي هي المفرزات تبعها او السعال او انه اثناء تنفسها انه هي تنقل لطفله، لانه على يعني لصيقه فيه اثناء هي العمليه. هذا اللي بنخاف منه، عم نحاول نقول للام قدر الامكان انه تعقم، تحط الكمامه اثناء الارضاع، ومو اي كمامه، الكمامه الان 95 اللي هي اشد يعني وقايه، وبقدر الامكان. واذا انصدفت وانصابت، ونحن عم نقول انه هي عم يكون صراحه نادره، يعني بهي الاعمار اللي شوي صغيره عم تكون الاصابه، بس يعني انصابوا مو ما في شيء، ما صار في حالات مصابه، انه عم تكون الاعراض كمان مثل ما ذكرنا مبهمه بحراره. نحن بهذا العمر اي شيء بينصاب فيه الطفل بنسميه يعني كانتان دم، يعني فورا بتوجه كل شيء الى الدم. حتى نحن حتى لما بتنصاب بذات رئه بنقول ذات، يعني بنقول انتان دم مع توضع رئوي، انتان دم مع توضع سحائي، فهو هذا الخوف، فبترتفع الحراره ممكن يصيب الطفل انتان دم ويكون المشكله هو السبب فيروسي يعني. فاكيد نحن يعني ما بنتمنى انه يصير هالشيء، واذا صار الحمد لله عم تكون حسب مناعه الطفل، هو بيكون بالفتره الاولى اخذ اضداد منيح من امه ومناعته شوي يعني اقوى بنقول، خصوصا بهي المرحله، وعم تكون اصابتهم اقل. كمان في سؤال شائع بنفس المنحة، انه ليش مثلا الاطفال مثل ما قلنا انه يعني هن عم تكون اصابتهم اقل، او حتى انه هن كلها، طبعا احنا بنحاول الاجابه هي مو اجابه مؤكده، مجرد دراسات يعني لناكد هالشيء، انه عم يكون ارتكاسه عند الطفل مختلف عند الكبار، الجهاز المناعي عند الطفل مختلف تماما عن الجهاز المناعي عند الطفل، وارتكاسه مختلف، ردة فعله مختلفة، فعم يجي عم يكون مثل ما ذكرنا انه هو اقل الحمد لله خطورة عند الاطفال. كمان في بعضهم قالوا انه بعمر الطفولة بيكون لسه بهالوقت عم ياخذ لقاحاته، ففي بعض التقاطعات بيناتهم. في شيء ثاني قال انه هو اساسا هو فيروس كورونا موجود منذ الازل، لكن هذا الجديد هو كوفيد مستجد، شيء جديد، ففي الاصابات السابقه للانفلونزا والرشح عند الاطفال انه ممكن يكون هو اثناء اصاباته السابقه تشابه، فكان في بعض الاضداد الجاهزه الموجوده بالجسم للدافع وتقي الطفل من هالشيء. اكيد. طيب كمان خلينا نحكي عن الاعمار بشكل عام، يعني اذا انصاب الطفل اللي هو بمرحله اللي عم ياخذ فيها فقط حليب، كثير حكينا عن تقوية الجهاز المناعي عند الكبار بشكل عام، وانه في ناس اللي عنده إمكانية عم ياخذ فيتامين سي وزنك و الناس الثانية عم تبدلها بالخضروات. طيب هدول الأطفال اللي هن بعمر صغير وما كلهم بيقدروا طبعا ندخل لهم هي المواد الغذائية او المكملات، شو الحل؟ هلا كل طفل نحن حسب عمره، مثلا هلا نحن بغض النظر سواء في فيروس كورونا او لا، عم ننصح الاطفال بفيتامين د، وثبت اهميته كمان بموضوع العلاج ورفع المناعه. عادة مثلا من فوق الست شهور او حتى من السنه ممكن نعطي الملتي فيتامين، يعني مجموعه فيتامينات متنوعه وعم يكون فيها كل الفيتامينات اللي هي مهمه كمان بالمناعه، السي والزنك كلهم موجودين. الا نحن هلا كصيغه علاجيه الاعمار الاكبر صحيح عم ننصح نعطي شراب الزنك، لانه اساسا هو مو بس بيرفع المناعه، في بعض الحالات نحن بنصفه كعلاج وقت الاسهال، فهو كثير يعني مفيد، يعني باعتبار انه اغلب الحالات اللي عم نشوفها من صابين بالاطفال عم تكون اسهال هالفتره بفيروس كورونا، يعني لما عم يرتكس عليهم مثل ما ذكرت عم يكون باعراض هضميه اكثر اشد عند الاطفال، اكثر ما عم تعطي، مع انه في اطفال عم تعطي طبعا سعال، عم تعطي اعراض مثل الانفلونزا والرشح، بس الغالبيه صراحه عم تكون اكثر اعراض هضميه. فالزنك مفيد بعلاج الاسهال وبنفس الوقت بالمناعه. صفت بس انه موضوع العمر مثل ما ذكرتي، بتختلف الفورميلا للفيتامين بنسب الفيتامين، ففي متوفر الحمد لله كلهم للأطفال بالأعمار اللي تحت السنة واللي فوق السنة، فنحن بنحاول نعطي هذا الشيء. اكيد يعني هالشيء مفيد، حتى انا برايي الطفل الطبيعي اللي ما في شيء ما في مشكله انه اذا اعطيناه مجموعه فيتامينات لندعمه للطفل ونقوي له مناعته يعني. نعم.
دكتورة، يعني يمكن هلأ بالمقدمة الصباحية حكينا أنه في أبحاث جديدة كل العالم عم تقراها، بدنا هيك نتفت أمل أنه إن شاء الله هذا الفيروس بخف نشاطه من هون لشهر 10. هلأ يمكن دراسات ما أثبتت هذا الشيء طبعا. بشكل كتير كبير، لكن بضل بارقة أمل عند بعض الناس أنه هالشهرين بس مرقوهم على خير، يعني أنه خلونا فعلا ندير نخفف بالنا من هالانتشار ونخفف من هذا وارتفاع الانتشار. الإصابات. أنت اليوم بما أنه كل عائلة عند اولادها وكثير في خوف من الامهات على الاولاد، نظافه تعقيم، بتعرفي التعامل صعب مع الاولاد الصغار بايصال الرساله هي، كيف هي الام بتتعامل مع اولادها وتقوي لهم مناعتهم حتى بالغذاء؟ شو الممنوع وشو المسموح لهم؟ هلا اكيد مثل ما بنعرف الغذاء الصحي اكيد له دور كبير مع برفع المناعه بكل شيء يعني، وهو اساسا بهذا العمر بهي المرحله هو بمرحله نمو فهو بحاجه لشغلات ايس كريم وقصص والسكر وهدول، مو معروف انه السكر فعلا بيخلخل كل ميزان الجسم يعني مو بس المناعه. اكيد الاكل الصحي اكيد ننبه عليهم انه بلاها الفتره اللعب الجماعي، يعني اللي بينزلوا بيلعبوا اولادهم تحت بيعملوا فريق كره قدم وهي القصص، ما في داعي تشارك نفس الطابه، عم يتشاركوا النفس ذاته. يعني برايي بالذات مثل ما ذكرتي انه هالشهر بالذات شفنا عدد كبير من الاصابات وبين الاطفال كانت الاصابات، فانه يفضل نبتعد عن التجمعات، النوادي الصيفيه بلاها، ننبه على اولادنا مثل ما قلتي تغسيل الايدين، التعقيم، ثقافه تغسيل الايدين اساسيه وين ما رحنا، لازم لازم نغسل ايدينا قبل الاكل، قبل ما نعمل اي شيء، بعد الخروج من الحمام، هالشيء اساسي. ومثل ما ذكرت نتجنب التجمعات، يعني امبارح مثلا للاسف رد شفت بتلاقي بالحدائق العامه متجمعين وعادي وحاطين وابدا يعني ولا كانه في شيء لساتنا. هي الكارثه اللي كارثه صدقا، يعني كثير نحن صدقا عم يعني نحكي عن يعني يعرض حاله واطفال للخطر انه بلاها هالفتره، بس هالفتره يعني مثل ما قلتي شغله شهرين بس تخف عدد الاصابات والانتشار يعني. يعني يمكن اليوم الاهل عليهم مسؤوليه كثير كبيره لحتى طبعا، وجايه الدنيا على مدارسها، بنحاول قدر الامكان انه قبل المدرسه انه تخف تكون عدد هي الاصابات. مع العلم لسه مو واضح لسه الرؤيه، بس ان شاء الله تكون خفت، انه بالنهايه يعني المدرسه شيء اساسي للطفل طبعا. يعني اكيد ما حننبسط انه ما يكون في مدرسه او ما نبعث الاولاد، فاكيد لا نتمنى انه يخف شوي هلا ان شاء الله تخف عدد الاصابات لحتى نقدر يعني نكمل ان شاء الله يا رب. كمان خلينا نحكي اليوم، يعني بظل خلينا نكون منطقيين شوي، في غلاء بالاسعار، الامهات ما عاد فيها تشتري الاشياء لاولادها بالقدر اللي كانت فيها تشتري من قبل، وخاصه بما يخص تقويه المناعه، يعني عم نشوف في بعض يمكن الاطعمه او الاغذيه صارت كثير غاليه الثمن، بدنا بدائل وخاصه للطفل. تمام. يعني من حليب، الحليب كثير صار غالي، لللبان، للبيض، في اسر ما فيها على كل هالاحتياجات. فخلينا نعطي هيك بدائل، حتى الأدوية صارت غالية، كيف يا ست البيت تعمل هاي البدائل بنفس الوقت تقوي المناعة؟ هلا نحن البروتين مثل ما بنعرف هو مو بس موجود البروتين الحيواني، في البروتين النباتي، يعني عندك البقوليات، الحمص، الفول، هي تماما هي محتوية على البروتين. الحديد ما بالضرورة انه كمان الحديد اللي موجود ضمن اللحوم، في الحديد اللي بالسبانخ وبالبقدونس، يعني فعليا يعني الانتاجنا الحمد لله ومزارعنا المحلية انه في هذا الشيء. هلا ممكن مثل ما قلتي فيش بعض الاشياء الغاليه عم تكون متوفره احيانا الحمد لله كادويه، وما كثير غاليه، مثلا بدائل انه ما بتقدر تعطي ابنها العسل، ممكن نعطي اللي عم ينعمل العكبر، عم ينعمل كثير يعني صياغه حلوه للاطفال كنوع من تقويه المناعه، واسعار الحمد لله مقبوله وكلها يعني بانتاج محلي هون عنا. ممكن كثير مثل ما ذكرتي يعني بنحاول قدر الامكان، يعني لو انه بالاسبوع بالشهر مره، بس قدر الامكان نحاول انه نعطي الطفل انه هو له الاولويه بصراحه بكل شيء، يعني اذا ما قدرنا نامن الفيتامينات كادويه ممكن نامنها بالخضره والفواكه والفيتامينات الطبيعيه، يعني الاكل الصحي. اكيد. يعني قبل ما نختم حديثنا، النصيحه الابرز اللي تحبي توجهيها اليوم لكل ام واكيد لكل عائله عندها اطفال وعم بتحاول طبعا تحميهم بقدر المستطاع. هلا نصيحتي هي الوقاية أهم شيء، يعني مو شغلة إنه بطولة الواحد إنه يلا أنا نزلت على الشارع وأنا يلا احتكيت وما صاب شيء، لا مو بطولة، لأنه في برقبتك هدول الأطفال اللي حترجع على البيت إنه أنت مسؤول عنهم، وما يقولوا إنه الأطفال ما بينصابوا، لا الأطفال ممكن تنصاب، وعم تكون كل إصابات الأطفال مخالطين للكبار يعني.
يعني مو هو الطفل اللي يعني مثل ما ذكر هو اللي جايب العدوى، لا عم تكون مخالطة للكبار لحتى ينصاب الطفل. ومو كل مين ارتكاسه مختلف، يعني ما يفكروا الموضوع سهل انه هذا يلا ارتكاسه سهل ما حيصير له شيء، مو كل الحالات ما صار له شيء، في حالات لا صار له شيء وتطورت. يعني ما بدنا كثير كمان نتفائل، لا لازم الحذر واجب. انا نصيحتي هي الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، تغسيل الإيدين، تجنب التجمعات، نتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة، مع لبس الكمامة. الأطفال يلبسوا الكمامة لكن اللي تحت السنتين مضاد استطباب، نحن ذكرت سابقا أنا لأنه حيسألوني ليش طب اللي تحت السنتين هذا الطفل غير قادر أنه إذا اختنق أو داء تنفسه أنه يبعده تحت السنتين، ما منفضل وأساسا يعني مو صحي له أنه نحط له الكمامة لسه. الأطفال الأكبر أعمار أكبر طبعا منفضل أنه يلبسوا الكمامة خصوصا وقت الخروج من المنزل. ومثل ما ذكرت تعقيم الأغراض اللي منجيبهم من برا، تعقيم المنزل، تعقيم الأسطح، تغسل اليدين بالصابون العادي هو معقم كافي، يعني مو هالشيء المكلف لحتى نطلب انه لا لازم نجيب كحول ومعقمات. الصابون كفيل انه يقتل الفيروس ما يضل على اليدين. واكيد يعني بنتمنى السلامه للجميع. اكيد بنتمنى الصحه والسلامه والوعي اهم شيء، يعني مثل ما قلتي مو شجاعه الواحد تماما يتظاهر بانه خلص ما بتشمله هي الاجراءات الاحترازيه وانه هو ما رح يصير له شيء، لا مشان اسرته، مشان اولاده، مشان صحه المجتمع كله، لانه هو قادر تماماً انه ينقل بمرحله ما. يعني نحن بنتشكرك كثير دكتوره على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، بتمنى لك كمان الك الصحه. الله يسلمك، اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتوره ولكل المعلومات اللي قدمتها.